مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. منحة البطالة ممنوعة على مالكي السيارات. وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عددا من الشروط الجديدة المزمع تطبيقها بداية من الأسبوع القادم، وهذا بإشهار نال أصحاب السيارات من منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمقدرة ب 13,000 دينار جزائري. وقد حددت الوكالة 8 أصناف من السيارات التي يحرم أصحابها من المنحة، وتتمثل في المركبات المعنية، السيارات السياحية، الشاحنات، شاحنات صغيرة من الحافلات الصغيرة، بالإضافة كذلك إلى الجرارات الخاصة بالطريق وجرارات أخرى، إضافة إلى المركبات الخاصة والمقطورات وشبه المقطورات. كما أكدت الوكالة أن أصحاب الدراجات يمكنهم الاستفادة من المنحة بطريقة عالية، وألزمت الوكالة كل مستفيد الإمضاء على تعهد أثناء تقدمه للوكالة الوطنية للتشغيل مع الالتزام بجميع شروط الاستفادة من المنحة، بالإضافة إلى عدم ممارسة أي نشاط مأجور. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى أنني أفدتكم بهذه المعلومات. انتظروني في فيديو جديد بحول الله.